يقول وقع لي حادث سيارة نتج عنه وفاة شخص خطأ وأنا لا أستطيع أن أصوم شهرين متتابعين حتى في رمضان لا أستطيع الصيام وأصوم أوقاتا وأفطر أوقاتا فما هي الكفارة عن هذا الذنب قتل الخطأ؟ ليس هناك إلا الصيام بعد العتق، إذا كان هناك عتق تعتق رقبة هذا يقدم، إذا لم يكن هناك عتق فلا بد من صيام شهرين متتابعين، وإذا لم تقدر في الوقت الحاضر تبقى الكفارة في ذمتك، فإذا استطعت في المستقبل أن تصوم فإنك تصوم، ولو تأخر الصيام يبقى في ذمتك حتى تؤديه في وقت مناسب.